وادي الطيور، إرث طبيعي أو منتجع كيضم مختلف أنواع الطيور والحيوانات بأكادير عاصمة سوس. هو عبارة على حديقة ديال الحيوانات مصغرة كتمتد على مساحة ديال 5.2 هكتارات فاصلة جوج. وادي الطيور تم إحداثه سنة 1989 وكيتموقع في وسط مدينة أكادير على بعد 50 متر من الشاطئ. ما يناهز 450-500 طائر وحيوان اللي مفرقها على واحد 40 نوع ديال الطيور والحيوانات اللي استخدمناهم من مختلف القارات في العالم، وبالإضافة إلى التربية البيئية اللي كتسهر عليها هذه الحديقة هذه بالنسبة للناشئة خصوصا والمرتدي الحديقة من أطفال ديال المخيمات وديال المدارس. فاحنا كأي منتزه من هذا النوع كنحاولوا نحافظوا ننميوا الموروث الحيواني والطيري اللي عندنا في الحديقة. الحديقة أصبح عليها إقبال مهم ابتداء من سنة 2008 بعدما أصبح الولوج لها بالمجان، وكذلك أصبحت كتوفر على مجموعة من اللوائح اللي كتقدم معلومات حول أنواع الطيور والحيوانات وأصنافها. وبأجواءها النظيفة والهادئة أصبحت الحديقة متنفس أساسي ديال سكان مدينة أكادير، خصوصا بفضل موقعها القريب من الشاطئ. المشاركين قبل ما يكتشفوا لأول مرة عالم إنيغما قربونا من عالمهم أو عوالمهم المختلفة والحياة الخاصة بكل فرد منهم. حياة مختلفة، هوايات متعددة، وطباع متباينة، كل واحد له حلم أو هدف خاص، واختار إنيغما كوسيلة لتحقيق هذا الهدف. اختيار المشاركة في إنيغما بعدهم بالطبع من حياتهم اليومية ووضعهم في قلب مغامرة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة والصعبة في نفس الآن. المشاركين لما دخلوا عالم إنيغما التحدي تحداوا أنفسهم، عياوا وتعبوا وبكاوا وفرحوا، بل أصبح البعض منهم كيحس باللي ما يقدرش يستمر. وليده وتزيد مرحل الوليده وشوف على اليسر، على اليسر وما بغيت والو، قل على اليسر ولا قليمة كيعيرني وكنعير شي حاجة منطقية شي حاجة عادية. إنيغما داك الشي عادي حيت في عادي جدا. عبد الله في إنيغما مشي هو عبد الله اللي في داره. مغامرة إنيغما التحدي بقدر ما بعدت المشاركين من أسرهم وأصدقائهم، بقدر ما عرفتهم على حياة أخرى ومدن أخرى وعائلات أخرى وتقسموا معها أجواء المتعة والفرح. الأهم في ذلك أن التجربة وضعتهم في امتحان مع أنفسهم واختبرت القدرة ديالهم ديال التحمل مختلف الضغوطات اللي ممكن تواجههم. وانا نعسين الناس كي غديري انا باقي صغيره، داك يكون مزوج هو يلا اجي الله يرحم بك، ما خصنا مشاكل.